جيب الكاميرات والحقني. نور رحمة، مس هاي نور رحمة؟ كيف فاتت؟ كيف خليتوها تفوت؟ شباب اتركوا، حسام اتركها. نور رحمة جابت موافقة من فوق دهب الجبل. كيف يعني؟ شو القصة على زواها؟ هيدا اللي صار، أخذت الكاميرا طولوا آي وفاتوا لجوا. جربت اتصل فيه بس قاطعين كل الاتصالات وأنا قلقانة عليه. هلا نحن بقصة خطيبك ولا بقصة الورطة اللي وقعتنا فيها هي؟ أنا حروح شوف شو القصة. لا شو تروحي؟ خلص صارت جوا ما عاد فيكي تعملي شيء. خلينا نكسبها. شو يعني؟ بدك نفتح لهم الهوا؟ أكيد. هيدي سكوب. لك شحاش انتو؟ وين الرجال؟ وين العالم؟ مين في برا؟ يا معلم كل الشباب موزعين على المداخل والسطوحة. لكن كيف خليتوها تفوت؟ هاي اكيد متسوسي ومش بعيد يكون معها عجز تنصت. خير يا جماعة، شو صاير؟ الصحافة والإعلام اللي حكيت عنهم اختك صاروا بنص الحي. شو جايين يعملوا؟ جايين يسترزقوا على كتافنا؟ روقوا يا جماعة، الكل بعدهم برا، ما في غير وحدة اللي فاتت، هي وزلمة معه كاميرا. ايوه مش حيلا وحدة، هيدي نور رحمة شكلها حطتك براسها ومصرة تشوفك. بتروحوا بتشحطوها هلا، ما بدي طير الطاير يفوت بدون ما يكون عندي عالم، يلا. لحظة لحظة، خليها تفوت. معلش يا أبو طلال، هي عندي. في ناس برا عم تعلق بالقصة وتبهرها، وفي ناس تانية خايفة ومشغول بالها، لهيك صار لازم أطلع وأحكي. في عندي كلمتين وبدي أهل هالبلد وأمة الله تسمعهم. أتهكلوا للهم.